هو الشارع المغربي في الحقيقة ماشي منقسم في موضوع الحراك. هناك الغالبية العظمى ديال المغاربة كيعرفوا بأن هذا الحراك هو نتاج القهرة ونتاج التهميش والإقصاء. ما خصناش ننساو بأن الريف عاش واحد التروماتيزم نفسي وذهني من 1958 من الأحداث المأساوية ديال 58، والريف كيعيش أزمة حقيقية مع النظام المركزي، وهذا تراكم على المستوى النفسي والعقلي وصبح له أيضا تيار اجتماعي في الشمال، أصبح عبارة عن تيار اجتماعي. الزلزال ديال الحسيمة عاود فيق هذا التروماتيزم. علاش؟ لأن السلوك ديال السلطة في الزنزال ما كانش سلوك ديال الدولة اللي مسؤولة. ما معنى أنه مدة 3 أيام والحكومة ما عارفاش اش غدير والناس مردومين تحت الأنقاض؟ هذه ماشي حكومة مسؤولة وماشي دولة ديال المسؤولية. وهذا عمق عند ريافة الشعور بأنهم غير مندمجين في هذاك النسق اللي كيتسمى الدولة المغربية. من جهة أخرى، لما كنتكلموا على الانفصال وحنا كنعتقدوا باننا غادي نحيدوا الشرعيه من الحراك ديال الشارع، كنرتكبوا غلط مزدوج. علاش؟ لان الشعور ديال المواطنين بعدم الاندماج في المشروع ديال الدوله ما كيعنيش الانفصال، كيعني ان هاد الناس كيحسوا بان ما عندهمش بلاصتهم في الدوله، لان المشروع التنموي ديال البلاد ما خداهمش بعين الاعتبار. علاش ما خداهمش بعين الاعتبار؟ لان الحسن الثاني عمل سياسه انتقاميه ضد الريف مده سنوات وعقود طويله، وهذه السياسه الانتقاميه خلقت هذه العقليه ديال الشعور بعدم الاندماج. اذا ما كيتعلقش الامر بالانفصال، هاد الناس ماشي ما كيشعروش بتمغربي ديالهم، كيشعروا بانهم خارج النسق لانهم ما خداوش حقهم. الا بغيتي كل مغربي يشعر بانه مغربي ويفتخر بمغربيته خصو يحس بان عنده مكانه في الدوله، وباش تكون عنده مكانه في الدوله خصو الحقوق ديالو السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه والثقافيه تكون مضمونه موفوره وبدون تمييز وبدون انتقائيه، لان الحقوق كلها مترابطه. ما عندش الحق المسؤول في الدولة يقول للمواطن هذا الحق هذا كنعترف لك به، هذا لا. الحقوق كلها وحدة متراصة، والدستور ديال المغرب من 2011 كيعطي هذه الإمكانية ديال الشعور بأن الحقوق ديال الإنسان هي وحدة غير قابلة للتجزئ، كيعترف بها الدستور بهذه الجملة هذه. فإذا قضية ديال الإعلام، ملي كنهضروا على الانفصال او عدم الانفصال او كذا، لما الاعلام العالم الرايه لاش كترمز؟ كترمز للدوله، خصها عمليا ترمز للوطن ايضا. الرايه ديال المغرب عمرها ما رمزات للوطن عند الناس. علاش؟ خصنا نفهموا منين جا هذا الشيء، لانها ارتبطت بالاجهزه الامنيه وبالسلطه. في عهد الحسن الثاني الراية ديال المغرب كانت كترتبط بالصورة ديال الملك وكترتبط بالصورة ديال الأجهزة الأمنية، والناس ولاو كيتخيلوا أن الراية كتعني السلطة ماشي كتعني الدولة وماشي كتعني الوطن، ولهذا ولاو كيلقاو فكرة الوطنية في رموز أخرى، بينما الراية كترمز لهم دائما إلى السلطة وليس إلى الوطن، والناس ما انتبهوش لهذا التمييز. إلا بغينا الراية ديال المغرب تولي راية الوطن، خاص يولي عندنا العدل، وتولي عندنا المساواة، وتولي عندنا الحريات، تولي عندنا دولة ديمقراطية ديال القانون. هنا الراية ما غتبقاش كترمز للنظام السياسي، وإنما غادي تولي كترمز للدولة. لاحظ شنو وقع في ليبيا. القذافي عمل واحد الراية خضراء، منين طاح طاحت معاه الرايه وطلعت رايه اخرى. علاش؟ لان الشعب الليبي عمره ما اعتبر ان هذيك القطعه ديال القماش اللي هي خضراء عمره ما اعتبر انها رايه ديال الوطن، اعتبرها رايه ديال النظام السياسي ديال القذافي. الا مشى غتمشي معاه. المغاربه خصهم ايضا يجعلوا الرايه تعني الدوله وتعني الوطن، ولهذا خصهم الاصلاح العام وخصهم استعادة ديال الثقة. هذاك العالم الأمازيغي اللي كيرفرف في الحراك ديال الحسيمة، بزاف ديال الناس كيتكلموا عليه بشكل ما كيفهموه شيء. راه لما كترفع واحد الخرقة ديال الثوب بالألوان راه كترفع فيها قيم،
ماشي كترفع غير الثوب. شنو كيعني العالم الامازيغي؟ العالم الامازيغي كيعني بالنسبه للناس في الريف او في سوس او في اي موطن في المغرب او اي ارض او في الجزائر او في تونس او في ليبيا او في كندا او في هولندا فيما كانوا يمازيغن، كيعني النسبيه، كيعني العقلانيه، كيعني الحريه، وكيعني ايضا الفصل بين الديني والسياسي، لان هذاك العالم عالم علماني، ما عندش الحق شي حد يرفع هذاك العالم ويهضر بالدين، لان استعمال الدين هو من شيم الانظمه الاستبداديه. ولهذا كنعتبروا بان العالم الامازيغي في الحراك كيعني هذه القيم، ماشي قطعه ديال الثوب او دوله اخرى. احنا ما عندناش رغبه في تاسيس دوله، احنا بغينا الدوله المغربيه تولي دوله ديال الجميع، تولي دوله ديالنا كاملين، ونكونوا فيها مقادين متساويين.